السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ صحتكم لاباس؟ في امان الله. اليوم ان شاء الله غادي ندخل الكوزينه وغادي ندير معكم مليويات. مهم هانتوما معايا. هانتوما كي كتشوفوا هنا عندي هنايا الفرص. ها هو ده عندي هاد الكميه هادي تقريبا واحد الكيلو ونص كاين هنايا. حيت انا كندير بلا عبار، انا غير عيني ميزاني. عندي هنايا قبصه ملح وعندي هنا زدافه ديال الطحين الحرش او ما يسمى الفينو. صافي غنكتفي غير بهذا الشيء. وعندي الماء للخلط، غادي نكتفي غير بهذا الشيء لان ما غندير لا خماره لا خميره لا حتى شي حاجه. وكيجي ملوي زوين 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 بزاف بزاف. هانتوما غادي تجربوه وبقاو معايا وغادي تشوفوا حتى الاخير. هانتوما غادي ندير الفرص. انا كندير كميه كبيره وكنديرها في الكونجيلاتور وكنبقى نغمر ملي كنبغي وكنجهد صافي غير كنسخن وكنحط صافي. غادي ندير هنا شويه ديال الملحه. بالنسبه لنا كندير تقريبا بحال اللي بارد. بعد ما عجنته غادي ندير ليه شويه ديال الزيت صافي وغادي نتركو. هو دا البنات كتشوفوا بعد ما درتو في العجانه. نتوما ما عندكمش اللي ما عندوش العجانه يدير غير بانيو ولا يدير عادي عجنو عادي وكاع ما يديكوش الطريقه اللي كندير انا هي نورمالمون. بغيتي تدلكها في العجانه ديالك ما بغيتيش تدلكها، كديرها غير في شي بانيو وكتغطيها في شي بلاصه وكتخليها حتى العشيه. الا كنا مثلا بغينا هذاك الملوي العشيه تنعجنو الصباح وكنغطيو ونخليه حتى العشيه. كنا باغينو مثلا الصباح بالليل غادي نعجنو غادي نغطيو ونخليه حيت هذا ما فيه لا خميره لا حتى شي حاجه، ولكن راه كيجي رائع رائع رائع. صافي دابا غادي ندير هنايا شويه ديال الزيت صافي دابا غادي نصاوب العشيه ان شاء الله. غادي نصاوب معكم دابا. من بعد ما رجعت لنا العجينه بحال هكا نفخات لنا هي بلا خميره بلا حتى شي حاجه. الا عجنتوها من الصباح وخليتوها حتى العشيه راه كتطلع وكتخلى. دابا غادي ناخذ الزبده، اي زبده عندكم متوفره ممكن ديروها تستعملوها. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الزبده تقريبا واحد المعلقه ونص. وغادي نغلب عليها الزيت المائده. غادي نغلبها عليها باش غادي نصوب هذا المسمن هذا بحال هكا صافي. وغادي نديرو في الميكرووند ولا سخنوه نتوما فوق على حمام مريم. المهم انا غادي نديرو هكا في الميكرووند باش يسخن ليا. غادي تسلق ليا غير شويه ما نخليش يسخن بزاف. وغادي نديرو بحال شكل ديال البوماد. صافي انا طلقتو غير شويه في الميكرووند صافي. دابا غادي نديرو بحال هكا غنخلطو. ولا ممكن نتوما تستعملو بيديكم تلقاو تعملو بيديكم وصفات مزيو بعدايا مع بعضياتهم حتى كترجع بحال شكل ديال البوماد. غير هو حاولوا غلبوا الزيت على الزبده باش ملي كيبان لكم تبغوا تسخنوه تجبدوه مثلا من المجمد وتبغوا تسخنوه ما كيبسلكمش الملوي ما كيبسلكمش. حيت اذا كانت الزبده كثيره على الزيت هذاك كتيبس الحاجه كتيبس اي حاجه دات كثرتي فيها الزبده على الزيت كتيبسها او كتقولوا كي كتكرمها. صافي
صافي غنخليه بحال هكا باش غنخدم المنوي. هانتوما معايا هانتوما البنات، شوفوا شوفوا العجين كيفاش كيولي، كيولي رطب 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 بزاف. هانتوما كيما درتي ليه كاين كيمشي معاك. صافي كندير نتينا وكنبداو نشكلوه على كويرات صغيرين او كبار اللي بغيتو. شوفوا نتوما الحجم اللي بغيتو. صافي كنبداو ناخذو بحال هكا نشكلوه كويرات صغار. كي كيولي مطلوق بزاف بزاف كيما درتي له كيمشي معاك. هانتوما يعني ما كناخذش واحد المجهود باش كنديرها بزاف ديال الطوبيه صافي كي كيخرج لنا. صافي كتبقاو تشكلوا 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 كويرات حتى كتساليو الكميه اللي بغيتي. واش مزيان هذا العجين بحال هكا ما فيهاش خميره كتقدروا، وخا صوبوا مثلا كميه كبيره وكنت كتخدموا داكشي اللي غتخدموا مثلا اللي غادي تسلكوه وتخليو العجين عاوتاني حتى غدا ما كيبقى ليه حتى شي حاجه. هانتوما من بعد ما شكلتهم على هذا الحجم هكا كويرات، ولكن راه شكلتهم كويرات شويه كبار ماشي صغيورين. هانتوما نقربهم لكم باش تشوفوهم. عطا خرجت لي هنا 17 الوحده او مادو. غنبداو بهاد الاولين بما يكون طلقوا شويه، غنبداو بهم هما الاولين حيت هادو هما الاولين شكلناهم كويرات. عاد من بعد درت هادو غيكونوا طلقوا. صافي غادي نبدا دابا نصوبهم على شكل ملوي. ديت هذا ديال الفران هو اللي غنخدم به. ودابا غادي نبدا نبسطها هكا بيديا. راه مطلوق يعني كي ملي كيتسلق بهاد الطريقه هكا يعني كيكون ساهل في الخدمه ديالو، ماشي بحال اللي كيكون ما مطلقش. واحد الرطوبيه كتحس بيها وكتحس بيه مطلوق، وحتى داك التقطع ما كيتقطعش. يعني انا جربت بلا خميره وجربت اللي بلا خميره، يعني بلا خميره هو اللي مزيان. هنا عندي باش غادي نحل عندي نص كلافه ديال السميده رقيقه. بغيت ندير بحال الحرش، ندير بحال الحرش. انا فضلت ندير هذا السميده رقيقه حتى بحال الحرش كيجي مزيان. ودرت فيه هنايا نورمالمون خصني ندير نص خماره، راني ثلاث معلقه درت خماره كلها ما غير نص خماره هكا ماشي مشكل. صافي وغادي نبدا نرش بحال هكا غير شويه باش ما يجيكمش عاوتاني بحال الشكل ديال الخبز. غادي ندير له هكا غادي ندير له هكا. صافي غادي ندير له هكا. وهادو ندير له هكا كندخلو هنا. صافي نفس العملية كنديروها في وحدة أخرى عاوتاني. يعني ساهل كتبقى تبسطوه، يعني ساهل كتحسو بيه كيتسلق معاها في يديكم كيف ما درتيو ليه كيتسلق. صافي غادي ندير عاوتاني، غادي ندير بحال هكا. غادي نحلو بشوية ديال السمنة. ديما نديرو شويه في يدينا ديال الزبده والزيت ونديرو هكا. صافي كنبدا نسدو بحال هكا، يعني ساهل ما فيهش شي حاجه اللي هي شويه. هاد الجناب نحاول ندخلوه هنا. صافي نكملو الكينيه. كنديرو غير شي شريطة خفيفة كنديرو هكا. ملي كتكون هادي عريضة كنديرو بحال هكا. العجين ديالنا مطوعانا كيفما درنا لها كتمشي معانا، يعني ملي كتكون فيها خميرة كتتقطع هاد الطريقة هادي اللي لا خميرة لا والو. بزاف بزاف يعني جربوها وردو عليا غير هي كيقولكم
الا درتوها عجنتوها الصباح ما طيبو حتى العشيه، عجنتو بالليل حتى الصباح طيبو ليبات وحطيو شي سلوفانه ولا شي حاجه باش كيتسلق. اشنو هو السر فهاداك القلي غتعطيو هو انه كيتسلق، ملي كيتسلق صافي كيمشي معاكم كيفما درتي ليه كتشوفوا ها نتوما صافي كنديرها هكا صافي كنحطها هنا وكناخذ عاوتاني واحد اخر اللي غنسالي غنرجع معاكم اللي غنبدا نصور فيه. ها نتوما كتشوفوا انا ساليت من بعد ما دويتهم بحال هكا على شكل ملاوي او ملوي ها هما دوك. دابا غادي نسخن الكلا، الكلا كتسخن انا غادي نديرو في الكلا صافي كده غادي نديرهم بحال هكا كندير ليها الزيت وكتشي حاجه صافي كنخليها هكا كنديش ليها الزيت باش ما تجيش عاوتاني كتسخر بزاف صافي. دابا كنحاولو نطيبوها باش كتنفخ منها بحال هكا هانتو كيشتيو بلا زيت بلا تا شي حاجة هي كتلق داك الميدان ديالها باش ما نديروهوش عاوتاني ميدومة بزاف واللي كيبغي المسمن ميدوم يهز بحال هكا ويدير شوية الزيت من الفوق الزيت والزبدة من الفوق ماشي مشكل هانتوما هذا هو الشكل النهائي صافي غادي نخليو بحال هكا هانتوما هادي تاهي هي غادي نحيدها صافي كما هاكا غادي ندير عاوتاني واحد اخرى وغادي نستمر نقرب ليها حتى تلعب بوحدها باش يجي لها شوف كيجي زوين غادي يعجبكم بزاف الا درتو بها الطريقه هذه نقلبوها هكا الا بغينا تنخمر غير نقلبوها في الكلا صافي ودغيا نقلبو صافي نخلوها عاوتاني على ما تتحمر من الجهة الأخرى وغادي نحيدوها أنا هاد الطريقة راه عجباتني ديال المسمن بالخمارة هادشي علاش بغيت نشاركها معاكم
انا غنقدر نعمل مثلا كتبلا هادي ضروري ندير الصافي هادي هانتوما البنات هانتوما كتشوفوا صوبت واحد الكميه كثيره باش نديرو في الكونجيلاتور يعني غنبقى ناخذ غير داكشي اللي غادي ناكلو وتبقى غادي نديرو في الكونجيلاتور لان بزاف عليا هادشي هذا كله هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي يعني بلا خميره بلا حتى شي حاجه كيجي رائع 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 بزاف بزاف يعني ديروه وجربوه وردوا عليا الخبر كي قلت لكم الا درتوه الصباح وعجنوه الا عجنتوه مثلا الصباح غتغطيوه ببلاستيك وغتخليوه في شي بلاصه تكون فيها شويه سخونه باش بحال اللي كيخمر تبعدوه شويه على الشرجم على البرد وبلاكو الا بغيتو مثلا الصباح غتعجنوه بالليل وتغطيوه حتى في شي سلوفانه ولا شي حاجه بلا خميره بلا حتى شي حاجه صافي وكيجي زوين ومني كدير فيه داك الزبده وداك داك الزيت راه كيجي زوين ملي كتبقى ملي كتاكلو كتجي فيه داك البنه ديال الزيت مع الزبده كتجي لذيذه لذيذه بزاف و هانتوما نوريكم وحده ها هو هذا شوفوا كيفاش كيجي كيجي كتجي ورقه على ورقه ها هي راه باقي يلاه باقي سخون هانتوما نشوفو شوفوا اللي بغى يسولني على شي حاجه ماشي مشكل يخليها ليا في التعاليق وهذا هو الاخر ديال الفيديو ما تنساوش ديروا لي جمال البنات ما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم الزوينه يلا باي باي السلام عليكم.